تحويلات نفس ما ماخذيه انتم سابقا، انه الاكس ما هي الا رو كوساين فاي. هنا اذا تريد تعبر عن الاكس بدلاله السلندريكال، ما هي الاكس الا هي رو، هنا رو، ودائما الزاويه القريبه هنا شنو الفاي، فراح تكون كوساين فاي. اذا تريد تطلع الواي، الواي هنا الواي، فراح تقول ما هي الا رو، هنا الزاوية البعيدة اللي ما هي الا 90 ماينس فاي، اللي تقدر هنا ترمزلها مثلا اذا نعطيها لون ثاني، هاي هنا الالفا، الالفا والالفا اللي هي 90 ماينس فاي. فدائما اذا تاخذ كوساين 90 ماينس فاي ما هي الا ساين، فدائما خلي ببالك الزاوية البعيدة اللي هي مو الفاي دائما تكون شنو ساين، فراح تكون شنو الواي ما هي الا رو ساين فاي، والزد اكيد هو نفس الزد. ونفس الشيء اذا تريد تعبر عن الرو بدلاله الكارتيزيان، فاكيد الرو هنا ما هو الا هذا، هذا الاكس وهذا شنو هذا الواي، فهو هنا شنو المحصله، فراح يطلع لك شنو الاكس تربيع زائد الواي تربيع تحت الجذر، والفاي تان انفيرس المقابل على المجاور اللي هو واي على الاكس، والزد يساوي لنا الزد. نعم، بعد ما خدينا كيفية تحويل الكومبوننت اللي هو X, Y, Z إلى نظيرتها بالسيلندريكال كوردينيت سيستم أو بالعكس، الآن نتطرق إلى أنه كيفية أنه التعامل مع اليونت فاكتورز سواء بالسيلندريكال أو بالكارتيزيان. مثلا هذا الرسم هنا جدا مهم، تحتاجه في حالة أنه انه تتعامل مع دوت برودكت او كروس برودكت بتوين اليونت فيكتورز للنظامين، فلازم انه تعرف شلون ترسمه بالبدايه. انه شنو مثلا تخلي هنا هذا اول شيء الاي بار اكس، وبعدين اي بار واي اللي نعرفهن، وبعدين تنطلق انه شنو اذا اريد ارسمه هسه هنا هذا الاي بار اكس اي بار واي، بعدين تنطلق انه ترسم عندنا شنو الاي بار رو، اي بار رو، بعدين تنطلق ترسم شنو الاي بار فاي. ليش رسمت الاي بار فاي هنا؟ لان لازم زاوية جديد هنا بين الاي بار رو والاي بار فاي، لازم 90 درجة متعامدة، صار لا، فلازم ترسمها بهالشكل، يعني تعبر على كأنما على الربع الثاني الاي بار فاي. هاي خطوات الرسم. بعدين انه شنو فقط انه شنو تقلب الاي بار فاي هنا تسوي، راح تلقى انه ناقص اي بار فاي، ناقص اي بار فاي. هسه حاليا هذا اللي سويناه انه عفوا هنا اذا نرجع الاي بار رو، اوكي هاي خطوات الرسم، انه ترسم اي بار اكس اي بار واي الاي بار رو بالنص، بعدين اي بار فاي بزاوية 90 درجة، بعدين تقلب الاي بار فاي حتى تحصل الكمبوننتس اللي موجودة اسفل الناقص اي اسفل الاي بار اكس اللي هي ناقص اي بار فاي. بعدين يلا تخلي الزوايا، الزوايا شلون راح تعرفهن؟ اكيد راح تبدي اول شي بمن؟ بالفاي، بالفاي اللي هي بين الاي بار اكس، تنطلق من اي بار اكس الى الاي بار رو نفس ما اتفقنا بالبداية المحاضرة، ومن ثم بعدها يجي الفا، هنا تخلي شنو الفا، والالفا ما هي الا شنو 90 ماينس فاي، 90 ماينس فاي، ومن ثم انه شنو بعد الالفا تخلي فاي، يعني بالتناوب هنا جوه بما انه هي فوق فاي هنا شنو راح يصير الفا، وهكذا. يعني هي هاي آلية إذا تريد تتذكر إنه شون لما نسوي دوت برودكت بين السلندريكال والكارتيزيان يونت فيكتورز، ما إلك إلا هذا الرسم. وبعدين أنت مو الأمثلة وشون تحل الأمثلة بعد هذا راح يبقى وين يعني بعقلك، وما تحتاج أصلاً ترسمه بالورقة، يعني مباشرة تتصوره وتكتب الحل مباشرة. هسه لو نجي هنا هذا، خلينا نشوف أول واحد اللي هو شنو اي بار اكس دوت اي بار رو، شنو الدوت برودكت بيناتهن،
فمكتوب انه هنا كوساين فاي. شلون عرفناه من الرسم؟ لو شوف هنا شنو عندك بين الاي بار اكس والاي بار واي، قد الزاويه؟ الزاويه فاي، فاكيد الدوت برودكت راح يعطيك شنو؟ كوساين فاي، لان اللينكث الاول في لينكث الثاني في كوساين زاويه، واللينكث الاول والثاني اصلا اثنيناتهم واحد، هاي يونت فيكتور واحد بواحد، فاذا يبقى عندك كوساين الزاويه اللي هي فاي. نجي اي بار اكس دوت اي بار فاي، اذا هنا اسويها اي بار فاي راح يعطيك نفس الشيء، ترجع للرسم وين الاي بار اكس وين الاي بار فاي، هاي الاي بار اكس، بس في الاي بار فاي وين؟ هاي هي الموجوده يمها اللي هي ناقص، بالناقص. شنو الزاويه؟ اول شيء شو تخلي؟ اكيد راح تخلي شنو هنا؟ ناقص جاينا من هذا السالب، والزاويه عندك الفا، دائما اخذها قاعده اذا الفا يصير ساين وليس كوساين، اذا عندك فاي يصير كوساين، فهنا اكيد ناقص ساين شنو؟ فاي. اوكي واضح، هاي نفس ما نشوف هنا. وطبعا اي بار اكس دوت اي بار زد، اي بار اكس دوت اي بار زد، هاي من كارتيزيان سيستم اصلا، اكيد راح يساوي لنا صفر. اوكي لو نجي هسه هنا حاليا، اذا نسوي لنا سبيس هنا، نشوف انه بالبدايه شلون تتعامل مع الاي بار واي دوت اي بار رو، شلون راح تتعامل وياها؟ اذا تلاحظ من الرسم راح اعطيك وقت حتى تفكر، اي بار واي دوت اي بار رو وين موجوده وشنو الزاويه بيناتهن؟ راح يكون عباره اكيد عباره عن ساين، ساين فاي. زين نجي الثاني هنا، اي بار واي دوت اي بار فاي، يلا فكر وباوع للرسم وشوف الاجابه وشنو الزاويه المحصوره بيناتهن، اكيد راح يكون شنو؟ كوساين فاي. ومن ثم اي بار واي دوت اي بار زد، هاي الثالثه راح يكون اكيد هاي مباشره صفر، لان هو عبارة عن من الكارتيزيان سيستم متعامدات، فنفس ما نشوف انه نفس اللي الاجابة هنا. اوكي يبقى انه شلون تحول اي بار اكس الى السلندريكال كوردينيت سيستم، فاكيد نفس الشيء، ترجع للرسم شوف الاي بار اكس، هذا هو الاي بار اكس، هذا اي بار اكس، شنو الكومبوننتس يمه؟ انه شنو عندك هنا؟ الاي بار رو بيناتن فاي، وعندك شنو؟ ناقص اي بار فاي، وبيناتن شنو؟ الفا. فراح تقلي اكيد هي ما هي الا اي بار رو مضروب فيه شنو؟ كوساين فاي، ومن ثم ناقص، ناقص جانا من هذا الناقص شنو؟ راح يكون ناقص، تخلي الاي بار فاي شنو الزاوية بيناتن؟ الفا، اذا ساين فاي. وهكذا بالنسبة لل اي بار واي، للاي بار زد بالله هي تبقى اي بار زد، والاي بار رو نفس الشيء هنا، اذا نسويها هسه على السريع بهذا الشكل، انه الاي بار رو هذا هو الاي بار رو، اي بار رو شنو اليمه؟ الاي بار واي، وبعد شنو عندك؟ الاي بار اكس، شنو الزوايا؟ فاي الفا، فاكيد واحد قال لي الاي بار رو ما هو الا اي بار اكس مضروب في كوساين الزاويه، ومن ثم زائدا اي بار واي مضروبه في شنو؟ هنا كوساين لو ساين؟ اكيد ساين، فهنا راح اشوف انه كوساين فاي اي بار اكس زائدا ساين فاي باتجاه الاي بار واي، وهكذا. يعني هنا بس مجرد حولنا من السلندريكال الى نظيرته وين؟ بالكارتيزيان، فشوف انه النتيجة طلعت اي بار اكس اي بار واي. فهنا دائما خلي ببالك حتى تلقى الفكتر بالسلندريكال لازم عندك تلقى الاي رو اللي يجينا من الدوت برودكت الاي الكلي ويا الاي بار رو، فيطلع لك اي رو، ومن ثم
الـ A5 أيضا A dot A bar 5 والـ AZ أيضا A dot A bar Z. فتحصل إنه شنو الـ A رو، لو تشوف هنا طلع لك كوساين فاي ساين فاي، والـ AX والـ AY اللي هي الكوفيشنز تقدر تحولها بكل سهولة. مثلا إذا الـ AX كان X شو تحوله؟ ما هو إلا رو كوساين شنو؟ كوساين فاي، وهكذا بالنسبة للـ AY. فيكون كله بشكل تام بالcylindrical coordinate system. وهكذا إذا بالعكس، إذا عندك فيكتر بالسلندركا وتريد تحوله إلى كارتيزيان، أيضا نفس الشيء راح تقول AX تسوي له تسوي الفيكتر بالسلندركا دوت ويا من؟ ويا الـ A bar X. والـ AY أيضا A، هذا الـ A تسوي له دوت ويا من؟ A bar Y. والـ AZ A dot A bar Z. فهنا حتى تتوضح الصورة عندك هذا الإكزامبل نفس ما قلنا تحاول تحله بإيدك من البداية. فلو نشوف المطلب الأول اللي هو فرع A transform the vector B، مطيك إنه هذا الفكتر بالكارتيزيان into cylindrical coordinate. فهنا أنت مطالب إنه شنو تلقى الـ B رو والـ B phi والـ B Z. اوكي شلون تلقى البي رو؟ ما عليك انه الا تقول انه بي رو ما هي الا البي الاصلي دوت اي بار رو. اوكي نفس ما موضح عندك هنا، وتجيب البي الاصلي، هذا هو البي الفكتور الاصلي بالكارتيزيان، تسوي له دوت اي بار رو. هنا تجي فائده الخطوات اللي تعلمناها سابقا. فهنا انت عندك كوفيشنتس، الكوفيشنتس وين هي؟ واي والاكس والزد، وعندك شغلة انه دوت برودكت بتوين يونت فيكتور. فانت حر انه بالبداية تقدر الكوفيشنت تنزلها لنفسها، لو نشوف واي والاكس ما تلعبنا بيهن، وبعدين تغيرهن المن الى السلندريكال كوردينيت سيستم من العلاقات اللي نعرفهن. فبالبداية تتخلص من الدوت برودكت بتوين ذا يونت فيكتور، او بالعكس فانه تبلش مثلا بالكوفيشنتس وبعدين تسوي دوت برودكت، ماكو مشكله. فهنا لو نشوف هسه هنا اذا نبلش بالدوت برودكت بتوين يونت فيكتور اي بار اكس هنا دوت اي بار رو، اذا تسترجع الرسم مالتنا اللي رسمناه انه هنا الاي بار اكس وهنا اي بار واي وهنا شنو الاي بار رو وهنا الاي بار فاي وهنا شنو الفاي وهنا الالفا وهنا الفاي وهنا شنو ناقص اي بار فاي وطبعا هنا شنو الفا. اوكي فلو شوف انه اي بار اكس دوت اي بار رو بيناتهم شنو يعطينا؟ كوساين فاي اكيد. وبعدين وتنزل الواي الكوفيشنتس تنزله نفسه، بعدين اي بار واي دوت اي بار رو راح يعطيك اكيد حسب الرسم ما هو الا شنو ساين شنو ساين ساين الفاي، وايضا تنزل كوفيشنتس اللي هو هنا ناقص اكس ناقص اكس، فايضا تنزل ناقص اكس. بعدين يلا تحول الكوفيشنتس، لان احنا ما نريد يبقى الواي والاكس بالفاينل انسر، لان واي تابعات انما للكارتيزيان، فلازم تحوله الى نظيرته وين؟ بالسلندريكال. فلو شوف هنا بعد ما حولنا الكوفيشنتس هنا الاكس عوضنا رو ساين فاي والواي الواي رو ساين فاي والاكس رو كوساين فاي، فصار نتيجتنا شنو؟ كلها بالسلندريكال كوردينيت سيستم. طبعا هو اختصر فراح يطلع لك صفر. ونفس الشيء للفاي هم ايضا تحاوله بيدك انه من خلال الرسم وتستنتج انه الفاينل انسر للبي فاي. والبي زد اكيد راح يكون سهل لان بالكارتيزيان اي بار اكس اي بار واي واي بار زد، راح يبقى لك شنو من الدوت فقط الزد. بعدين ترتب الفاينل انسر للبي بالسلندريكال كوردينيت سيستم، فراح يكون ما هو الا شنو راح يبقى عندك؟ ناقص رو، هذا هو ناقص رو باتجاه الاي بار فاي لانه هو بي فاي، وشنو والزد باتجاه الاي بار زد. طبعا وين راحت بي رو؟ بي رو تكنسل الصفر.
الفوق الثاني بي انه مطيك بالعكس، مطيك السلندريكال تحوله الى كارتيزيان، فنفس الشيء لازم تلقى اس اكس اس واي اس زد عن طريق الدوت برودكت، وتتعامل مع الكوساين فاي هنا الكوفيشنتس شلون تحوله للكارتيزيان بعد ما تتخلص من الدوت برودكت مال يونت فيكتور. فلو تشوف هنا كوساين فاي ما هو الا من الرسم اللي انه شنو المجاور على الوتر، فراح يطلع لك شنو اكس على رو. فنفس الشيء لازم الرو تتخلص، يعني مستحيل بالفاينل انسر يطلع لك شيء برو فاي، لازم كلها شنو بالكارتيزيان، فيطلع لك انه الفاينل انسر بهذا الشكل. نفس الشيء ساين فاي، نفس الشيء نتخلص من الرو عن طريق مكافئه بالكارتيزيان، وتسوي الاس اكس والاس واي والاس زد، وبعدين تكتب الفاينل انسر. فهنا يحتاج عمليه انه شنو انت مضبط الرسم اللي راح تطلع من عنده الدوت برودكت مال يونت فيكتور، هسه هنا ويا هذا ويا هذا دوت برودكت، ومضبط انه كآلية تحويل الكوفيشنتس، يعني اذا يطلع لك اكس او واي او كوساين فاي شلون تحوله الى نظيرتها بالنظام المناظر لها. طبعا بالمطلب الاخير من المثال انه find at b the vector projection of b in the direction of s، فريد vector projection يعني اسقاط البي وين باتجاه الاس، فهنا ما عندك الا شنو dot product b dot باتجاه الاي بار اس او الاس، فراح تقول انه باتجاه dot اي بار اس اللي هو اليونت فيكتور مع الفيكتور اس، هذا راح يطلع البروجكشن مال بي باتجاه الاس، فلازم نسوي له دوت برودكت ويا من ويا اليونت فيكتور مالت من مال اس حتى تطلع فقط انه البروجكشن. بس هو شنو يريد بعد؟ يريد الفيكتور كفيكتور، فاذا لازم شنو نضرب النتيجه شنو بالاتجاه اللي هو يعطينا اياه شنو اليونت فيكتور مال فيكتور اس. ف وبعدين انه لازم ادمن عد هاي النقطه 1 2 سالب 2، فهنا المشكله اللي راح تصير انه البي او الاس هنا موجودات وين بانظمه مختلفه، بس احنا اصلا اثناء الحال فرق بي حولنا الاس الى كارتيزيان، فما راح نواجه مشكله، بس تجيب النتيجه مال فرق بي اللي هو راح يكون الفيكتور اس بالكارتيزيان، وسوي له دوت برودكت ويا البي نفس ما واضح هنا. اذا نشوف هسه انه البي هذا هو البي المعطى بالسؤال، عوض النقطة فطلع له بهذا الشكل، والاس اصلا احنا وجدناها من الفرق بي مال المثال، فاذا مباشرة تكتبه ومن ثم تعوض النقطة فراح يطلع لك بهذا الشكل. بعدين يلا تسوي الفكتور بروجكشن انه تطلع اسقاط البي على اليونت فكتور مال اس، وبعدين تطي دايركشن عن طريق استخدام اليونت فكتور للاس. فاذا تفتح اليونت فكتور الاول ويا الثاني راح يطلع لك بهذا الشكل انه عندك بالمقام شنو لينكت تربيع، فسوي الدوت ويا الفكتور، وهنا ايضا عندك الفكتور وهنا اللينك تربيع، وترتب المعادلة النهائية راح تطلع لك بهذا الشكل اللي هو الفكتور بروجكشن للبي على الاس عند النقطة المحددة.